محافظ السوهاج ارتكب جريمة علمية، جريمة أخلاقية، المفترض انه يتحاسب بموجب القانون، انه الراجل اتكلم في تشخيص وعلاج وهو غير ذي صفة، ما هوش مؤهل يا جماعة. الموضوع ده ما عادش ينفع يعدي، احنا في 2024، ما حدش يقول لي دي سياسة، يلعن ابو السياسة. احنا بنتكلم في صحة بني ادمين، كل واحد في البلد دي يعرف مقامه ويعرف حجمه ويعرف تخصصه ويحترمه، والجزمة فوق رقبته، بلا محافظ بلا نيلة. انت رايح تفتي في صحة المصريين ليه؟ المصريين ناقصين، الناس صحتها مش ناقصة، الناس ورمت اصلا امراض وفقر دم وفقر تغذيه وكل حاجه. انت مالك ومال على اقوله محاليل ولا ادوله حقنه؟ وانت مال، انت مالك، انت واللي مشغلك واللي جايبك لاكبر راس فيكو. جهله في الطب، اقف احترام وادب قدام المتخصص. ما بتفهمش في الهندسه، اقف احترام وادب قدام اللي بيفهم. كفايه هكس يا جماعه في البلد واستهتار بصحه الناس. مفيش قانون في الدوله، مفيش قانون مصري بيقول ان محافظ او رئيس جمهوريه او رئيس وزراء يروح يشتم دكتور او معلم او معلم. مفيش الكلام ده، مش موجود. حضرتك راجل غيور قوي على المهنة وعلى المرضى، تروح تكلم وزير الصحة تقول له يشغل المستشفى دي عدل. حضرتك متضايق قوي من مشهد القطاع الصحي ومضرور قوي ومنزعج، تروح تكلم رئيس الوزراء وتكلم رئيس الجمهورية، طالما انت راجل حمش قوي كده. انما راح تتشطر على دكتورة وتقول لها انت عديمة الضمير وعديمة الاحساس، دي قلة ادب يا سيادة المحافظ والله، ولا سيادة اللواء. فعلا والله دي قلة ادب. بتحدى سيادة اللواء عبد الفتاح سراج، واتحدى معاه سيادة اللواء طارق مرزوق، واتحدى معاه سياده اللواء بتاع الاسماعيليه، وسياده اللواء بتاع اسوان، وسياده اللواء اللي في كل حته. بتحداهم جميعا بربطه المعلم، انزلوا بكره الصبح تفتيش على اقسام الشرطه ومديريات الامن الرئيسيه في محافظاتكم، وخد معاك كاميرات، وخد معاك الناس اللي هتصور، واعمل لنا لقطه زي دي مع واحد من الضباط. خليني اقول لك، مع عسكري من العساكر مش ضباط. انزل يا سياده المحافظ اتشملل كده انت وهو، طالما انتوا لواءات بقى والشرطه مقويه قلوبكم. انزلوا بكره الصبح اقسام الشرطه ومديريات الامن في الدقهليه واسوان واسماعيليه وسوهاج وفي كل حته، في كل محافظه فيها لواء. انزل حضرتك كده بكاميرا، خد معاك هيثم اللي بيصور، وقول له صور يا هيثم، وادخل لي على الضابط اللي قاعد وقول له انت قاعد كده ليه، حاط رجل على رجل وفي ناس بره، انت عديم الضمير وعديم الاحساس، جزا انقله اسم شرطه مش عارف ايه. فرجونا نفسكم يا سياده اللواء، ما انتوا هتبقوا ضباط في بعض، ولو انتوا ما عرفتوش تعملوا ده يعني اقعدوا في بيوتكم. اكرم لكم، اكرم لتاريخكم، واكرم لصورتكم، واكرم لكل حاجه، لانه بصراحه انتوا هتنضموا لقافله المهزئين اللي بيحكموا البلد.